يقول هذا السائل أيضا: هل مس الإنسان لعورته من غير قصد يؤثر على الوضوء؟ نعم، إذا أفضت يده إلى فرجه من غير حائل فإن هذا ينقض الوضوء، أو فرج غيره، إذا لمس الفرج ينقض الوضوء قبلا كان أو دبرا، لكن إذا كان مباشرة من غير حائل، أما إذا كان من وراء حائل فإن هذا لا ينقض الوضوء. نعم، أثابكم الله.